السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، رجعنا لكم بتحديث لول باتش نوت 6.9. بما انه التحديث هذا مرة كبير، حلوة كلمة مرة كبير هذه، حقسم التحديث على 3 فيديوهات، حنزلها فيديو 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 ان شاء الله. الفيديو الاول حيكون شرح مفصل عن التعديلات اللي عدلوها في الجيم اوفرول، دريكس، الجنجل تشينجز، الدراجون تشينجز، الهيرالد تشينجز، الديث تايمرز، الجريفيس وونز، اللي هي الحاجات اللي تأثر على الجيم بلاي عامة، يعني بشكل عام. بعد كده الفيديو الثاني حيكون بالتفصيل عن الشامبيونز الجداد والتعديلات، اللي هو الميج ابديتس، تعديلات على الشامبيونز كلها ككل، الكبيرة والصغيرة، والشامبيونز والتعديلات البسيطة على الشامبيونز الزيادة. والتحديث الثالث حيكون عن الايتمز. حقول الكلام هذا في كل فيديو على اساس الكل يكون عارف انه المجموعة هذه مجموعة 3 فيديوهات مرتبطة مع بعض. نمشي للتحديث كمان عشان لا نضيع وقتكم. اول شيء هنتكلم عنه اللي هو الجنجل بوسز، بالتحديد هنبدأ بالدريكس، النظام الخمسة دريكس الجديد هذا. طبعا النظام هذا اظن يعني تعديلة حلوة ومش حلوة في نفس الوقت. حلوة من وجهة نظر انه والله صار في عندنا 4 انواع دريكس او 5 انواع دريكس في البداية، 4 انواع. الاربع انواع هذه كل واحد منهم يسوي حاجة يونيك وحلوة وكذا، لها 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 تغيير في الجيم، بس مش حلوة لانها شوية راندوم. مش يعني راندوم، يعني ما تعرف ايش الدريك الثاني اللي حيجي، وكل جيم ممكن يكون حاجة، ففيها شغلة ضربة حظ. يعني اذا انت حظك حلو جاك الدريك اللي ينفع التيم حقك واستفدت منه، اذا انت حظك وحش جال التيم اللي قدامك الدريك اللي ينفع لهم وفي نفس يعني واخذوا عليك ادفانتج وانت ما تقدر تسوي شيء بس لانه دريك حقك ما نزل. في كل الحالات خلينا نشرح نظام الدريكس. الدريك زمان كان واحد دريك، كان 4 ستاكات او 5 ستاكات. الستاك الاول كان يديك دامج، الستاك الثاني كان يديك ترو دامج على التاور، الستاك الثالث كان يديك موفمنت سبيد باف، الستاك الرابع كان يديك شوية ريجن، الستاك الخامس يديك الفاير ويدبل الستاكات اللي قبلها. دحين غيروها شوية، دحين ما صار يفرق، دحين صار في عندك 4 انواع دريك. الدريك الاول فاير دريك او يسموه الانفيرنال دريك. الانفيرنال دريك هذا حيسوي زي الدريك القديم الستاك الاول. اذا اي احد فيكم قتل الانفيرنال دريك حياخد 8% اتاك دامج ولا ابيليتي باور زيادة. النظام اللي غيروه شوية حبتين انه ممكن ينزل لك الدريك 3 مرات في الجيم، نفس الدريك، واذا قتلته 3 مرات حيصير لك ستاك 3 مرات. اذا قتلته مرة رابعة ما حيجي لك ستاك رابع، بس it stacks up to 3 times، 3 مرات ستاك. فممكن من نفس الدريك قتلته اول مرة يجيك 8 16 24% اتاك دامج وابيليتي باور، وهذا من وجهة نظري مرة اوبي بزيادة. يعني تخيل انت قتلت 3 ريد دريكس، انت التيم حقكم قتل 3 ريد دريكس، حيكون عندهم 24% دامج زيادة. لو انت عندك 100 دامج، طبعا مش 100 نهاية الجيم بالذات لما تكون في الدقيقة 20 ولا ما بين الدقيقة 20 و30 ولا فوق ال30 كده، اوريدي الاتاك دامج عندك ولا الابيلتي باور فوق ال200 ولا فوق ال300، فحيزود لك 50 ولا 100 ابيلتي باور. معناها مستحيل التيم اللي قدامك يقدر يسوي اي حاجة، وهذا من وجهة نظري ما هو بلانس. المفروض يسوي لها نيرف خفيف على اساس يعدلوا الكلام هذا في المستقبل. في كل الحالات الانفيرنال دريك هذا اللي هو الدريك الاحمر. بعد كده عندنا الماونتن دريك اللي هو الايرث دريك، هذا حيدي 10 20 30% دامج على ايبك مونسترز اللي هم حقون الجنجل والتاورز، يعني يزود الدامج حقكم على التاورز. هذا ينفع للتيمز اللي هم سيجينج تيمز اوبجكتيف بيس تيمز اللي هم يبغوا يخشوا يشيلوا اوبجكتيفز. بعد كده عندك الاوشن دريك اللي هو الووتر دريك، هذا يدي 18 12 6 ثواني، every 18 minutes 16 كل 12 18 ثانية او 6 ثواني. طبعا هذا لما تجيب 3 ستاكات يرجع لك 10% من الهيلث حقك والمانا. اوكي، فتخيل انت كده وانت ماشي كل شويه فجاه هيلث ومانا رجعت لك من باب المافي، بس عشان عندك الاوشن دريك او الووتر دريك. الرابع والاخير اللي هو الكلاود دريك، هذا يزود الموفمنت سبيد حقتك 15 30 45. طيب ايش تاثير هذول؟ قبل ما نتكلم عن الخامس اللي عدى دريك، حنتكلم على ايش تاثير الاربعه هذول على الجيم. في تيمز
في كذا دراجون ينفعلها احسن من تيمز ثانيه. طبعا الريد اسايد اللي هو التيم الدراجون الاحمر هذا ينفع للكل اي تيم كومبوزيشن سبليت بوش كومبوزيشن. ايش يعني كومبوزيشن؟ يعني تيم يعني جروب. يعني في ناس في تيمز احسن تبغى تسوي كل شويه يعني تبغى تسوي كل شويه تيم فايت. في تيمز احسن لا يبغى يرسل واحد سبليت بوش من فوق وثاني سبليت بوش من تحت. في تيمز ثالثه لا يبغى يسوي بيك اللي هم يكون عندهم اساسنز رينجر ولا زد ولا هذا يبغى يقتل واحد قبل ما يبدا تيم فايت. كل تيم كومبوزيشن ينفع له دريك اكثر من الثاني. غير انه في والله دريكين ينفعوا للكل اللي هم الريد دريك واللي هو الاحمر الانفيرنال اللي دي دامج زياده, والاوشن اللي هو يدي مانا وهيلث ريجن باك في طول الوقت. هذول الاثنين انا احسهم او بي المفروض يسووا فيهم شيء في الحال في كل الحالات. خليني اشرح ايش ممكن يكون تاثيرهم عليهم. انتو تيم سبليت بوش احسن دريك. في دريك مره ممتاز ينفع لكم اللي هو والله الاوشن دريك والايرث دريك. الاوشن دريك مره كويس لانه ممكن ترسلوا واحد فوق ويجلس طول الوقت يدف في اللين ويجلس يشيل تورات وهو في نفس الوقت كل شويه بيهيل. ف اتس فيري جود فور ذات تيم. في نفس الوقت طبعا الفاير دريك زي ما قلنا ينفع للكل. التيم اللي قدامكم بوك تيم على حظهم وانتوا اخذتوا اثنين ولا ثلاثه ووتر دريك انتوا يعني كل اللي سويتوه انه سويتوا لهم كاونتر توتري. فعشان كذا الشغلات هذه لازم يصير ننتبه لها يا شباب. انا التيم اللي قدامي بوك كومبوزيشن ابغى الاوشن دريك ابغاه باي طريقه لانه بيسكلي ايش اللي حيسوي حيكاونترهم 100%. كل ما جاء سوالي بوك كل 6 ثواني يرجع لي هيلث او كل 10 ثواني 12 ثانيه يرجع لي هيلث ومانا ولا كل 18 ثانيه يرجع لي هيلث. فندور على اكستندد تيم فايت بدل ما نخلص التيم فايت بسرعه نضرب شويه ونرجع نرجع هيلث مانا. هم اللي قدامنا ما قدروا يرجعوا هيلث مانا نرجع مره ثانيه. حيكون لها تأثير جامد على الجيم يا شباب يعني من وجهة نظري. والناس اللي فاهمة فعلا يلعبوا تيمز ويلعبوا around objectives حيركزوا على الكلام هذا وحيشوفوا كيف يستغلوه مزبوط. طبعا أظن أنه حيجي نيرفس للريد دريك وللأوشن دريك بس حاليا حنشوف كيف الجيم يمشي. بعد كده عندنا الالدر دريك العظيم. طبعا هذا التشينج أظنه تشينج مرة هيلثي مرة كويس. فكرته انه صار في اوبجكتيف كبير في الجيم بعد دقيقه 35 كل يعني التيمز يصير تسوي له كونتست. والتشينج هذا يقربنا لانه نخلص الجيم بدري شويه. طبعا للي ما فهم اول 35 دقيقه حيجوا واحد من الاربع دريكس اللي اول ما حيجوا اكثر من ثلاثه دريك تايبس. ايش يعني؟ يعني لو جاء في جيم واحد دريد وماونتن وكلاود ما هيجي الرابع. هم عاملينها بطريقه انه لو جاء ثلاثه كومبينيشنز ما يجي الرابع كومبينيشن. فاجين هذا فاكتور الحظ اللي قلت لكم انا ما هو عاجبني صراحه. بعد كده بعد 35 دقيقه خلاص كل شويه ما عاد حيجي ولا واحد من الاربع دريكس الاساسيين هذول. الدريك اللي حيجي اللي هو الالدر دريك الجديد هذا. الالدر دريك الجديد هذا زي بارن, هذا لازم تقتلوه ثلاثة أربعة بالقليل خمسة بيبول. زي ما تروح تقتلوا بارن نهاية الجيم لازم ترسلوا نفس العدد. يعني ارسلت واحد لحاله دقيقة 35 ما يقدروا. طبعا شفنا كلام عكس هذا في بعض الشامبيونز الاو بي اللي يقدروا يسووا الكلام هذا. هذا المفروض انه حيعدلوه في الجيم. هذا الالدر دريك ايش يسوي؟ يدي البف حق ستاك خمسة سابقا اللي هو يجيك الـ كل ضرب كل اوتو اتاك تسويها ولا سبيل تسويها ديك فايري افكت تضرب 45 ترو دامج على 3 ثواني. طبعا الكلام هذا دقيقتين. في نفس الوقت لو كان في عندك اي بف من البفات السابقة حيزودها ب 50%, ولو عندك اي بف من البفات السابقة حيزود 45% كمان حيزود 45 دامج زيادة على كل تيك حيسويها. يعني ايش بالضبط؟ اخذنا واحد ريد دريك مظبوط, وبعد كده اخذنا يعني خلينا نخليها مرة سيمبل. الريد دريك عندي ستاك واحد منه. لو من تاخذ الالدا دريك الضربة اللي حتسويها حتسوي 45% دامج ترو دامج, وحتزود 45 ثانية عشان عندي ستاك ريد يعني حتصير الدبل. طب لو عندي ستاكين او عندي ثلاثة ستاكات حتنضرب في اثنين حتنضرب في ثلاثة. بعد كده الريد دريك الدامج حقه زود لي 8% عشان انه انا اخذت الالدا دريك حزود 8% 50% فحتصير 12. فالالدا دريك is very contested يا شباب. في حالات كثير الالدا دريك حيكون اهم من 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 بارن اوكي, بالذات اذا كان التيم اللي قدامك عنده دريكات كثيره او انتوا عندكم دريكات كثيره. يعني انت تحطني تقول لي ابغى اروح اجيب الالدا دريك ولا ابغى اجيب بارن, يعتمد على تيم كومبوزيشن. احنا تيم كومبوزيشن حق فايت طبعا 100% ابغى اجيب الالدا دريك. احنا تيم كومبوزيشن حق سبليت بوش احتمال
البارون يكون اولى من الالد دريك في حالات اذا كان التيم اللي قدامنا ما عنده ستاكات كثير. لو عنده ستاكات كثير حياخذوا الالد دريك حيجوا يفجروكم ويشيلوا البيس باللي فيها، ما حيستنوا يعني يقدر يسوي تاور دايف، ما يهمهم والله سبليت بوش، ما يهمهم يرسلوا لكم واحد فوق. فهذا اللي خلى الالد دريك مره حلو، انه دحين ضاف اسبيكت ثاني كده، دايمنشن ثاني في الجيم، انه والله لازم نفكر فيه ولازم نحسب حسابه بطريقه غير ما كنا اول بنحسب حسابه. بعد كده يا شباب اتكلموا على طول على موضوع الريفت هارد. الريفت هارد غيره تغيير جذري، اول كان يعطي باف، الباف هذا دقيقتين يزود لك الماجيك ريزيست والارمر حقك، ويزود لك ويخلي ويخلي المينيونز اللي عندك يصيروا شويه بافت. دحين صار ما عاد يصير له سبون بعد 6 دقائق، اول كان يصير له سبون بعد 4 دقائق، دحين صار يصير له سبون بعد 6 دقائق، ودحين لما تقتله ما عاد يطلع مره ثانيه نهائيا. وصار البف حقه بدل ما هو دقيقتين 20 دقيقه يا شباب. ايش يعني 20 دقيقه؟ معناها اللي توب حياخده حيجلس معاه الين ميد جيم، الين ليت جيم، وفي نفس الوقت حيجيله شو اسمه، حيجيله بف اسمه جليمس اوف ذا فويد. البف هذا حيزود 5% دامج ريدكشن عليه اجينست شامبيونز. ايش يعني؟ لما الشامبيون يجي يضربه يسوي عليه، يعني حيقلل الدامج حق الشامبيون عليه ب 5%. وفي نفس الشيء في حاجه اسمها كربشن ستاكس، وانت تمشي بيه وانت بتتضارب بيه حيجي عليك ستاكات لما توصل 100 ستاك، زي الستاتيك شيف لما تضرب حيسوي دامج. الدامج هذا من سكيلز من 15 ل 270 ماجيك دامج لين نهايه الجيم. طبعا ايش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا اي سبليت بوش كومبوزيشن، جاكس، ترندل، شن فوق، يبغوا البف هذا باي طريقه، لانه لو اخذ البف هذا معناه هو حيتمكن من اللين مع قدام الادم اللي قدامه. طبعا باعتبار انه هو فايز اللين، هو مسوي كويس، مو شرط فايز، هو مسوي كويس، ما هو مفيد الادم اللي قدامه. احنا الاعتبارات هذه كلها نحطها في الحسبان طبعا، يعني شن ولا ترندل واللي قدامك قاتلك 6 مرات والله ما يفرق اخذت البف ولا ما اخذته. فالفكره انه هاي ايلو الناس اللي تلعب كويس اخذت البف هذا، البف هذا حيعطيك 5% دامج ريدكشن زياده، معناها اللين حيصير حقك ما فيها كلام، حتجلس تفتح القسطنطينيه في اللين هذا لحالك، ما حد حيقدر يسوي لك ولا شيء 1v1، وحتزود الدولينج باور كابابيلتي. تخيل جاكس ليت جيم دقيقه 25 ولا دقيقه 30 وعنده البف هذا، ايش ممكن يسوي في الجيم؟ اوكي، في نفس الوقت حتى لو مت البف هذا يجلس عليك، فالبف هذا بريسيستس. ايش يعني بريسيست؟ يعني معناها حتى لو مت يجلس معك 20 دقيقة يا شباب. ليه رايو تسوي زي كده؟ لانه حاليا ريفت هارلد ما له اي داعي في الحياة، مو ما له اي داعي في الحياة، ما هو كنتستد، الناس ما تهمهم ياخدوه ولا ما ياخدوه. الخمسين جولد اللي كان يديها للتيم كله هذه شالوها، كانت تضيف، ما كان لها فاليو، الفاليو هذه ما عاد يعني ما كانت تأثر على الجيم قد كده، دحين صار لها تأثير جامد على الجيم، لأنه اللي حياخده معناه حيتمكن من اللين حقه، بالذات توب حيتمكن من توب، أو توب حيكون أسهل كثير عليه من اللي قدامه. في كل الحالات التشينج هذا تشينج مرة نايس، let's see how it impacts the game، وhopefully يعني أتمنى إنه يكون فيه له تأثير على الجيم صراحة جذري. وخلينا نشوف، انا حتى يعني انا والشباب في التيم بفكر كيف نقدر نستغل البف هذا بطريقه احسن من اللي كنا بنستغله، لانه اول كنا نطنشه. اوكي، بعد كده يا شباب عندنا الريد والبلو بف. الريد بف تعديلاته شويه غريبه صراحه، يعني انا بالنسبه لي التعديل اللي سووها عليها يعني تتناقض مع انهم شالوا الايتم حقه الديفاورر، لانه ايش فكره الريد باف دحين؟ اول كان الريد باف كل ضربه تسويها، اول ضربه تسوي ابلاي للريد باف، طبعا غير انك بتضرب بتحط الدات حقه الريد باف على الشامبيون اللي قدامك، ودحين غيروها، ولما بتضرب حيزودوا حبه دامج زياده. اوكي، اول سموها بيرن اون هيت، كل ما تضرب حتسوي تعويره، التعويره بسيطه بس ما زالت تعويرة، غير انه السلو خلوها 5 15 25، زودوا سلو في النهاية، سووا ابلاي اون هيت تسوي ضربة كده دامج شوية، غير انه قللوا الدامج اللي كان يسويه اوفر تايم عشان انه كل ما تضرب حتسوي ابلاي. هذا ايش معناه؟ معناها الناس اللي عندها ريد لو كان عنده اتاك سبيد زيادة حيسوي دامج اكتر من الناس اللي ما عندها. عشان كده ارجع لنفس النقطة اللي كنت اقولها، ما ادري ليش سووا التعديل هذه بعد ما شالوا ديفاورر، شالوا ديفاورر حطوا بلاد ريزر، بلاد ريزر on base health damage، الديفاورر كانت تزود الاتاك سبيد حقك، فلما انت في كل الحالات
عشان تستفيد من الريد اكتر من الشامبيونز البقيه. لو كان عندك اتاك سبيد زياده حتسوي دامج اكتر، لو ما كان عندك اتاك سبيد زياده اتس اوكي okay. وضعها اوكي okay. مش بطاله، بس ما عاد صار حتستفيد منها زي ما يستفيدوا منها الشامبيونز اللي عندهم اتاك سبيد. بعد كده يا شباب عندنا البلو سنتينل ولا البلو باف. البلو باف برضو عدلوا تعديلها. اول ما كان تاخذ البلو باف يديك على طول 2 ability power مع كل ليفل، طبعا يدوك 2 زياده لين 36. دحين غيروها بدل ما هي من 2 ل 36 على حسب ليفلك تاخذ على طول 15% ability power. هذا معناه ايش يا شباب؟ معناه التعديله هذه حتاثر اكثر تاثير على الاي بي تشامبيونز. ايش يعني الشامبيونز اللي هم الجنجل اي بيز؟ لانه دائما كانت مشكله الاي بي تشامبيونز لما اللي هم جنجل، اول ما يبدا الجنجل يكون مره ضعيف ما يقدر يقتل عشان ما عنده بيس اتاك، ما عنده بيس اتاك دامج عادي يقدر يقتل الشامبيونز بسرعه. فقالوا يبوا يزودوا له الاي بي سكيلينج حقه على اساس يقدر في بدايه الجيم يضرب زياده. طبعا في تشامبيونز ما يفرق معهم الكلام هذا، احنا ما زلنا نستفيد من البلو بوف على المانا بير سكند اللي هو ترجع مانا طول شويه. فالتعديله هذه مور دايركتد للناس اللي ما للناس الاي بي بيش، زي امومو، زي سجواني، زي فيدلستيكس، زي ديانا. المجموعه هذه اللي سووا لهم اياها انهم في البدايه خلوهم يقدروا يسووا كلير احسن. طبعا ميد جيم تخيل 15% ميد جيم، لو كان عندك انت 200 ابيليتي باور معناها 30 ابيليتي باور، فحتزود مره كثير ابيليتي باور، فتاثيرها الاكبر حيكون ميد تو ليت جيم اكثر من انه هو ايرلي جيم. فمين اللي دا ياخذ البلو بوف يا شباب؟ دائما ميد جيم الميد، والميد دائما عنده الاي بي بالهبل. هذا معناه بلو حيصير برايورتي، لازم الجنجل يعطيه الميد جيم، والميد لما يكون عنده بلو حيسوي دامج مره اكثر كثير زياده. لازم تنتبهوا للادم اللي عنده بلو بالذات لو كان بلانك ولا برضو ديانا ولا الناس اللي هم ولا اري اللي هم الاساسنز، لانه حيكون الكابابيلتي حقه التفجير حقه اكبر. اوكي، بكل الحالات في تعديلات بسيطه كمان عدلوها على البلو والريد باف، انه والله لما اول مره تاخده، اول مره مو تاخده، اول مره ينقتل حيدي الباف ل 120 ثانيه يعني دقيقتين. بعد كده كل مره تقتلوه ما حيدي الباف الا دقيقه ونص. دائما افتكروا ميد تو ليت جيم، لما بلو ما اخده ميد ولا ما اخده اي احد تاني حيكون ما يقدر يجلس عنده الا دقيقه ونص. بعد دقيقه ونص حاول انه يبريتورايز انه هو والله يروح من البلو باف قبل ما تدخلوا عليه. او لو انت 1v1 انت ما عندك بلو هو عنده بلو، احط في بالك انه الدامج حقه حيكون 15% زايد على الاي بي حقه. لو عنده 200 اي بي حيكون عنده 230، لو انت عندك 200 اي بي هو المفروض انه هو عنده كيبابيليتي انه هو يقتلك اكثر من ما انت تقدر تقتله. لا تنسوا الشغلات هذه يا شباب. بعد كده البارن باف تعديله مره بسيطه، زود الديوريشن حقها من 3 دقائق ل 3 دقائق ونص. بعد كده عدلوا نظام الاكسبيرينس في الجنجل. ايش كان اول تسوي يا شباب؟ كان لما تروح تاخذ الجنجل، الجنجل لما كان يروح ياخذ الجنجل اول كان ياخذ الاكسبيرينس اي هو ولا اي احد حوله اللي بقى. يعني لو انت قريب مره من يعني احنا بنسوي ليتش له للجنجل ارتحت واحنا جالسين جنبه، هو ياخذ اكس بي وانا ممكن اخذ اقاسمه في الاكس بي. دحين خلوها لا بطريقه ثانيه، دحين خلوه اللي ياخذ اللاست هيت هو اللي ياخذ الاكس بي. هذا ايش معناه؟ هذا معناه انه فاكرين اللي كان يتفرج ال سي اس ولا اللي كان يلعب سوابس ولا اللي كان يلعب، كان دائما يرسل التوب يشيل يسوي شير الاكسبيرينس مع الجنجل، دحين ما عاد يقدر يسوي الكلام هذا. كان اول توب وجنجل يمشوا مع بعض حبه حبه، يشيلوا الجنجل اللي فوق كله والجنجل اللي تحت كله ويطلعوا الاثنين كلهم باكس بي متساوي. دحين ما ينفع الكلام هذا، دحين لازم واحد ياخذ الاكس بي والثاني ما ياخده. فاحتمال كبير حتى في ال سي اس ما عاد حتشوفوا الكونسبت اوف التو جنجلز، او يخلي والله مثلا واحد يقتل السنتينل الكبير والثاني يقتل اثنين صغار على اساس يتقسموا الجنجل بطريقه ما ادري ايش تاثيرها. المفروض انه تاثيرها كبير على موضوع السواب، بس ما ادري بالتفصيل الممل كيف. في كل الحالات هذا اول شيء عدلوه. الشيء الثاني عدلوه طبعا زي ما قلت لكم لما تقتل الجنجل الوحيد اللي يقتله هو اللي ياخذ الاكس بي. الشيء الثاني لو انت عندك الايتم حق الجنجل هتاخذ 30% اكس بي زياده، 30 سوري مو 30% هتاخذ 30% اكس بي زياده. لو عندك تاير 1 جنجل هتاخذ 50%، تاير 2 جنجل ايتم يعني لو سويت ابجريد للجنجل حقتك هتاخذ 50% 50 اكس بي زياده بدل ما هو 30. هذا كله على اساس انه والله ما تقدر تاخذ ليفل 2 لو انت توب مثلا من جنج من 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 كامب واحد، على اساس ما تروح اللين وانت ليفل 2 شويه تحتاج شويه من تحتاج تاخذ الجنجل وبعدها شويه منينز عشان تلفل ليفل 2. بكل الحالات التعديل اللي بعد كذا اللي هو الجنجل تايمرز، غيروا الجنجل تايمرز حبتين
عديلة بسيطة فقط اللي خلوها ضافوا طبعا حاجتين سووها. صار في الميني ماب زي علامة الساعة كده اللي هي الساعة الرملية هذه يا شباب محل الجنجل، حتبان 60 ثانية قبل ما البلو يطلع، يعني في محلات الجنجل الابيكس هذه بلو ريد حتلاقي فيه علامة ساعة رملية كده، علامة الساعة الرملية هذه حتبان قبل ما يطلع الجنجل ب60 ثانية، وحتطلع كده لونها رمادي دمت، لما تصير 20 ثانية حتنور شوية على اساس تعرف انه والله قريب. طبعا اذا انت ما اذا انت في التيم المقابل وما شفتها لما انقتل حيبقى نفس الطريقة، حتشوفها دائما دمت الين ما تقرب منها عشان تقدر تشوف الريست، زي نظام اول ما تقدر تشوف التايمر حقها الين ما تقرب وتشوف انه والله انشالت ولا لا. هذه ما غيروها. بعد كده يا شباب التعديلة الكبرى برضو اللي هي تعديل التورتس. التورتس نظامها الحالي، خلينا اشرح ايش كيف تشتغل دحين عشان اقول لكم ايش تغير فيها بالضبط. نظامها الحالي دحين بتسوي جانك تحت التاور، بتسوي التاور دايف، رحت اول واحد انت اخذت التاور، التاور حيضربك اول ضربه 175% من البيس دامج حقه، لو هو مثلا يضربك 100 حيضربك 175 تقريبا، سوري 175% زياده، يعني 175 دامج حيسويه عليك الضربة الأولى، الضربة الثانية حيصير 37%، الضربة الثالثة حيصير 37%، إلين خامس ضربة، خامس ضربة حيمسر 225%، يعني نحطها كده سيمبل أرقام مرة بسيطة، لو هو بيضربك 100 دحين بعد كده حيضربك 100 و 200 و بعد الضربة الأولى 100، الضربة الثانية 37% زيادة يعني 137، الضربة الثالثة برضه 37% زيادة يعني حوالي 160 180 الين الضربة الخامسة، بعد كده كل يعني حتى أي شيء بعد الخامسة حتضرب 225، فكانت يصير لها ستاك الين خمسة مرات ويزيد الدامج حقه اوفر تايم. وبعد كده قول انت شلت التانك، تنكت الخمسة ضربات هذه كلها، وبعدين جاء واحد يعني انت اضطريت تمشي تفقع على اساس لا تموت، وجاء واحد تاني صاحبك شال التاور هذا، لما يشيل التاور هذا اتريست تبدا من الصفر، ترجع للدامج البيس اللي هو الاساسي اللي هو 100 مو تكمله هي 225. هذه اول تعديل عملوها في التورت. التورت دحين يصير له ستاك اربع مرات بدل خمسة مرات، يعني وصار بدل ما يزيد 37% الدامج حقه صار يصير 40%، يعني اول ضربه 100، الضربه اللي بعدها 140 على طول من 137، الضربه اللي بعدها 100 وحوالي 85 لانه زاد 40% زياده، الضربه اللي بعدها 200، الضربه اللي بعدها 220 بدل ما هي 225، وانت مشيت من التور وجاء صاحبك اخذه حينضرب 225 ما حيصير له ريسيت. هذا ايش معناه؟ معناها التاور دايفز والدايفز بالذات في الايرلي جيم حتصير اخطر كثير من الدايفز من الوضع اللي احنا حالي فيه دحين. اول كان اثنين قدام واحد بيشيلوا التاور، كان واحد دائما يجري يفقع، دحين في احتمال كبير اذا هيلته كويس انه ما يخاف يفقع، لانه احتمال كبير يقدر يقتل الاثنين اللي قدامه ولا اتليست يقتل واحد من اللي قدامه. اوكي، اول كان اثنين في فور اربعة بيسووا دايف، كان الاثنين يجروا يفقعوا ويسيبوا هم التاور، دحين لا، كان يصير في امكانيه انهم يجلسوا تحت التاور ويسووا حاجه كويسه. طبعا اذا التيم اللي قدامهم عارف ايش بيسوي مزبوط هذا احتمال كبير ما يغير. طيب بعد التعديلات هذه عشان زودوا الدامج حق التورتس بالذات في بدايه الجيم، الى طبعا الاوتر تورتس الانر تورتس والتورتس الداخليه برضو نفس الشيء صار عليها. اوكي، زودوا نقصوا الهيلث حقها من 4000 ل 3300، وزودوا عليها ارمر وزودوا عليها ماجيك ريزيست على اساس بالذات الايدي كاريز في البدايه كان يقدر يشيل التاور اسهل من الشامبيونز البقيه، لانه دائما الايدي كاريز عندهم ما عندهم ماجيك ريزيست، ما عندهم ارمر بنتريشن ولا ماجيك بنتريشن في البدايه فيشيل التاور مره بسرعه، فدحين لا ما يبغوا الناس يقدروا يشيلوا التاور في البدايه بالسرعه بنفس السرعه اللي هي حاليا فيها. بعضهم هذا بالانسينج افكت، هذا بس سووا لها شويه بلس على اساس يبغوا يقللوا السرعه اللي الناس يقدروا يشيلوا فيها التورات، وصار الماجيك بنتريشن والارمر بنتريشن ابلايز، يعني مدام زودوا ماج ارمر وماجيك ريزيستنس معناها دحين لو انت عندك ماجيك بنتريشن والارمر بنتريشن ياثر على التاور. بعد كده غيروا حبتين شويه في برضو طريقه الدامج اللي ياخذ التاور. اول كان انت تسوي انت بس اللي دامج ريدكشن عليك، يعني انت كتشامبيون تشامبيون لما تضرب التاور، التاور عليه دامج ريدكشن شويه حبتين 66% سوري او 200، كان عنده 200 ارمر ماجيك ريزيستنس عليك انت دحين لا على المينيونز برضو، فصار سواء انت ولا المينيونز بتضرب التاور، التاور عنده دامج ريدكشن 66% برضو. اجين هذا عشان بيقللوا كيف انك انت تاخذ التاور في البدايه وبيزودوا بيخلوا الناس ايرلي جيم يخفوا على التورات حبتين. هذه وجهة نظري طبعا، ما ادري ايش بالتفصيل
حنشوف ايش التاثير الفعلي لها، بس ما اظن حيتغير كثير من نظام التورات الا في التور دايفز. اوكي بعد كده غيروا نظام الريوردز حق التورز. فاكرين يا شباب التور لما كان احد يقتله اي تور بالذات الاوتر تورتس؟ خلينا نتكلم على الاوتر تورتس. ايش يعني اوتر تورتس؟ يعني التور الاول، هم يسموها الاوتر تورتس، الانر تورتس، الانهبيتر تورتس، النكسس تورتس. هي اربع تورات يعني كلنا عارفينها. الاوتر تورتس اللي هي التورتس اللي هو الثالث الاول اول واحد، هذا كان لما تقتله كان يعطيك حاجتين، كان يعطي الناس كلها كل التيم كل واحد 125 جولد، وكان يعطي لوكالي اللي حوله يقسم حوالي 220 جولد عليهم. اوكي هذا الاوت. والانر كان يعطي برضه كان يعطي 150 جولد لكل التيم كل واحد، وكان يعطي 250 للناس اللي حوله. ايش الفكره فيها هذه؟ انه الناس اللي اخذوا التاور ياخذوا جولد زياده على الناس اللي بعيدين عن التاور اللي ما لهم اي امباكت على الجيم. غيروا النظام هذا يا شباب حاجتين. كان بدل ما صار يعطي جلوبال جولد الاوتر كان يعطي 125 حيصير يعطي 100 بس، واللوكال جولد كان يعطي 220 حيعطي 300. ايش بيقولوا لك؟ بيقولوا لك ما نبغى التاورز في بداية الجيم يكون لها امباكت على الجيم زي ما هو الوضع الحالي. لو تشوفوا في السياس يا شباب ايش يسووا كل الناس؟ يجوا جري يشيلوا التاورة الاولة اللي تحت، يسووا سواب لين سواب يشيلوا التاورة اللي تحت عشان كل واحد في التيم ياخذ 125 جولد زيادة على اساس يقدروا يرجعوا يشتروا الايتم الاولى. دحين ما زال يدي جولد كثير بس مع ما زال يدي جولد بس مش بنفس العدد الاكبر اللي يدي، بس اللي يستفيد اكثر اللي هم اللوكل. يعني الاي دي سي اخذ ال 300 جولد الزيادة، او الاي دي سي والسبورت حقه تقسم عليهم. طبعا لو في اثنين حيتقسم عليهم بالنص، لو في ثلاثة حيتقسم عليهم اتلات، لو في اربعة حيتقسم عليهم اربعة لجو اربعة. فعشان كده نصيحة من اخوكم، لما تشيل تورت دايما حاولوا تعطوا الجولد حق التورت بالذات الاوتر للادم اللي يحتاجه اكتر واحد. تخيلوا كل السبورت والجنجل بعدوا عن التاور وسابوا الجولد 300 جولد للاي دي سي، الاي دي سي يقدر يجي يشتري ايتم بها على طول، لانه حيجيله 300 وحيجيله 100، يعني حيجيله 400 جولد زياده هذه ايتم. اوكي فبريوريتايزيشن حق الجولد حق اللوكال جولد حق التورت لازم ينحط في الحسبان يا شباب. اوكي توب تعطي له الجولد لحاله، ميد تعطي له الجولد لحاله، بوت اعطوه للاي دي سي يا شباب، مو عشان الاي دي سي، عشان فعلا الاي دي سي اكثر واحد حيستفيد من الكلام هذا، وعلى اساس يقدر يفيد التيم اكثر من انه والله ياخذوا 3 4 كل واحد منهم 75 جولد. ولا يعني اذا كان على 3 كل واحد 100 جولد ما يقدر يسوي بها ولا شيء يا شباب. اوكي فكروا تيم، لا تفكر كل واحد في نفسه يا شباب. بعد كده الانر تورتس نفس النظام، كان يدي 250 كان يدي لوكال جولد 250 خلوها 175، ما زودوها زي الاوتر نقصوها. ليش؟ لانه دائما الانر تورت دائما ياخذوه مجموعه، دائما انتوا ميد جيم كلنا نتجمع نروح نشيل الانر تورت مع بعض، فبرضو يبغوها ليس امباكت فور على الجيم، يخلوها تتقسم اقل بدل ما هي تتقسم اكثر. برضو ما زال فكره انه والله ممكن وانتم بتاخذوا التورت تسيبوه لواحد، ما هو ضروري زي الاوتر تورت، لانه في ميد جيم ما عاد يفرق الوان ايتم الزياده، الوصله من الايتم الزياده ما تفرق زي ما تفرق في بدايه الجيم. اوكي بعد كده الانر تورتس نفس النظام، والانهبيتر تورتس نفس النظام، نفس الفكره يا شباب، زودوا اللوكال جولد او نقصوا اللوكال جولد وزودوا جلوبال جولد او العكس، وخلوا الماكسيمم حق الجولد اوتبوت نفس الطريقه. بعد كده الديث تايمرز، الباتش اللي فات نقصوا الصلاة على النبي، عدلوا الديث تايمرز ما بين دقيقة 20 و 35، برضو سووا لها ريورك شوية، أظن نقصوها شوية على أساس الامباكت حقها على الجيم كان صراحة جدا ممتاز يعني. بعد كده غيروا نظام الهوم جارد شوية. فاكرين الهوم جارد يا شباب؟ أول ما ترجع البيس بعد دقيقة 20 تقدر تجري بسرعة كده، هيس ديوريشن كان 8 ثواني صار 7 ثواني، وكان على طول تجري بسرعة 175%، دحين خلوها سكيلينج بعد دقيقة 20 زيادة السرعة 75%، وتوصل ل 150% لما توصل 40 ثانية. أظن هذا التعديل تارجتد على راموس وعلى الدهورسي اللي هو شو اسمه دهورسي ماني فاكر اسمه، على اساس يقللوا من تاثيرهم في ميد جيم ويزودوا من تاثيرهم في ليت جيم. بعد كده التعديل العظيم على جريفيس وونز اخيرا. اوكي جريفيس وونز كانت تشتغل بطريقه انه لو عندك الايتم اللي تسوي جريفيس وونز تنقص الهيلينج دن على الادم اللي قدامك باي طريقه، سواء هيلينج منه ولا من غيره. في باتش سابق في واحد من الباتشات حقت 5 point something غيروها خلوها بس سلف هيلينج. ايش يعني بس سلف هيلينج؟ لو انا اقدر اهيل نفسي الجريفيس وونز تاثر على الهيل حقي، بس لو سراكه بتهيلني التاثير حقها ما يعني.
الحين اخيرا ولله الحمد رجعوها، صار اي هيلينج دن علي من اي احد، سواء من نفسي ولا من سراكة بنت اللزينة ولا من سونا بنت اللزينة، هنقصوا 40%. هذا معناه ادونا فرصة انه احنا اي احد يو كان كاونتر سراكة بانك تشتري ايتم عليها الفائدة. اول كان ما يفرق، كنا نجيب ناخد اكزوست عشان نحطه على سراكة عشان تقلل الهيلينج دن، دحين لا، ايتم اللي هو الافريك المورتال ريمايندر الشغلات هذه كلها تقدر تأثر على الهيلينج دن. وبكذا يا شباب انتهينا من الفيديو حق التحديث الاول، الله يعطيكم الصحة والعافية. لا تنسوا انه في فيديوهين تانية حنكمل فيها الشرح على التحديثات الباقية. الله يعطيكم الصحة والعافية ومشكورين ما قصرتوا. Thank you so much. السلام عليكم.